وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستويات القتل والإصابات والدمار الهائل شمال غزة بالصادمة، مشيرا إلى أن معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين شمال القطاع لا تحتمل، كما لفت إلى أن المدنيين أصبحوا عالقين تحت الأنقاض والمرضى والجرحى محرومون من الرعاية الصحية الضرورية، كما أن الأسر من دون غذاء أو مأوى. والله لسه راح ادور نسوي ناس.